السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الغواصات هي سفينة خاصة يمكنها السير فوق الماء أو الغوص تحت سطحه. صمم الهولندي فان درابل أول غواصة صغيرة عام 1620. كان لها 12 مجدافة، وقد غاصت 15 ساعة في نهر تايمز على عمق يتراوح ما بين 3.5 إلى 4.5 مترات. في عام 1776 بان الأمريكي ديفيد بوشنال غواصة صغيرة بيضاوية الشكل من البلوط لها ذراع تشغل محركها اللولبي، أسماها السلحفاة، واستخدمت أثناء الحرب الأهلية الأمريكية. في عام 1791 صنعت الغواصة العثمانية عبد الحميد، كانت أول غواصة في العالم تطلق التوربيدا بشكل مباشر من تحت سطح الماء. في عام 1897 أطلق المهندس الأيرلندي جون فيليب هولاند أول سفينة بحرية تعمل بالطاقة الكهربائية، كانت أول غواصة من صنعه تدعى فينان رام. وقد تمكن الألمان خلال الحرب العالمية الأولى من صنع غواصات أطلق عليها قوارب بو، كان طول الواحدة منها 87.3 مترات وعرضها 8 أمتار. في عام 1929 بنيت الغواصة الفرنسية ساركوف، كان في مقدمتها مدفعان من عيار 203 مليمترات، طولها 120 مترا وعرضها 9.8 أمتار. وبعد ذلك اخترع الألمان جهاز السنوركول الذي يسمح بإدخال الهواء إلى الغواصة وهي تحت سطح الماء، مما أحدث ثورة في استخدام سلاح الغواصات وجعلها أكثر قدرة على التخفي عن عيون السفن والطائرات. وبمرور الوقت أصبحت الغواصات تعمل بالطاقة النووية، ففي عام 1955 أبحرت الغواصة الأمريكية نوتلوس، وكانت أول غواصة نووية تصل إلى القطب الشمالي. ولقد استمر العمل على تطوير الغواصات التقليدية رغم قلة حمولتها جنبا إلى جنب مع الغواصات النووية بسبب التكلفة العالية لإنتاج الأخيرة، حيث تطورت الأجهزة الكاتمة لصوت محرك الديزل وزيادة معدلات سرعة ومدى عمل الغواصة.